السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر واليونان، المباراة دي استعدادا لكأس العالم روسيا 2018. طبعا في ماتش النهاردة واحنا طالعين بين الشوطين فلازم هنتكلم في كورة غصب عننا. النهاردة لعيبة المنتخب في الشوط الأول زي ما اتفرجنا عليهم هم عملوا أكتر من حاجة. أولا هم they put on their shorts and t-shirts، لبسوا الشورتس والتيشيرتس بتاعتهم ونزلوا الملعب. أو ممكن نقول they got dressed أو they dressed for the match، لبسوا لبس المباراة ونزلوا. وبعدين النهارده we saw them wearing the red t-shirts، النهارده شفناهم wearing the red t-shirts، لابسين التيشيرتس الحمراء، قبل كده كانوا بيلبسوا ابيض ساعات. وبعد المباراه they will change او get changed، هيغيروا هدومهم ويروحوا على البيت زي ما هيحصل في كاس العالم كده. طبعا ما فيش كوره لان احنا الحمد لله من ساعه مستر كوبر ما جه ما بنلعبش كوره، فمش هنتكلم في الكوره اصلا، يعني هو كرهنا في الكوره واللي بيتفرجوا عليه. فاحنا مضطرين ان احنا نقفل الاستوديو التحليلي ونرجع تاني للcommon usage problems. اول كلمه عندنا في الcommon usage problems هي put on. قلنا من شوية our players or the players put on their t-shirts and shorts. They put on their t-shirts and shorts. يعني ايه put on؟ put on يعني يلبس، يعني يحط لبس على جسمه، بس لازم يجي بعدها object، يعني يلبس حاجة. اقول لك مثلا put on your shoes، البس الشوز بتاعك. put on your jacket، البس الجاكيت. تمام، يبقى put on يرتدي، يجي بعدها object. الكلمة الثانية اللي قلناها اللي هي شبهها شوية هما كلمتين في الحقيقة، dress و get dressed. dress و get dressed. طب ايه الفرق بين dress و get dressed و put on و لام شوية؟ الاثنين معناهم يلبس، لكن dress و get dressed general، يعني ايه general؟ مش بقول لك لبست ايه، يعني احنا قلنا the players got dressed for the match، لبسوا لبس المباراة، لبسوا عشان المباراة. مثلا ممكن انت لو انت قاعد في العربية ومستني مراتك تلبس فتقول ايه؟ it takes her 3 hours to dress او it takes her 3 hours to get dressed، بتقعد تلبس في 3 ساعات وتفضل معاك في العربية. كلمة dress لوحدها تنفع تيجي بمعنى يلبس حد، يعني ايه؟ يعني اقول مثلا I dress the boys، انا بلبس الولاد، and my wife dresses the girls، ومراتي بتلبس الايه؟ البنات. الكلمة اللي بعد كده اللي قلناها، احنا قلنا شفنا اللعيبة بتوعنا wearing the red t-shirts. wear بتعبر عن الحاله، يعني wear مش معناها يلبس او يحط حاجه على جسمه، wear يعني لابس. اقول لك مثلا he's wearing a nice t-shirt، هو لابس t-shirt شكله كويس. she's wearing a simple black dress، هي لابسه فستان simple واسود وشكله كويس. wear ليها استخدامين تاني ممكن يكون شكلهم غريب شويه. wear يعني تحط ميك اب، يعني she wears very little makeup، هي بتحط ميك اب قليل. وبتيجي كمان مع البرفيوم، اقول لك you smell nice، what's the perfume you're wearing؟ ايه البرفيوم اللي انت حاطه ده؟ wear لابس مش معناها يرتدي، هو لابس كذا، حالته كده ان هو لابس الكلام ده. وبتيجي بمعنى wear perfume، حط perfume. wear makeup، حط makeup. اخر كلمه هي get change، في الحقيقه السلايد وقعت على الارض مش عارف اجيبها، يعني change او get change يعني يغير هدوم. change او get changed. اقول مثلا I want to take a shower and change، او I want to take a shower and get changed، انا عايز اخد شاور واغير هدومي. في فرق بين change و get changed. شويه get changed ما بيجيش بعدها مفعول، يعني خلاص I want to get changed، انا هغير هدومي. change ممكن اقول لك change this t-shirt، غير التيشيرت ده شكله مش كويس. تاني الكلمات اللي قلناها put on يرتدي ولازم يجي بعدها object، يعني يلبس كذا. put on your shoes، put on your jacket. dress او get dressed. dress او get dressed يعني يعني يلبس برضه، بس الفرق بينه وبين put on ان ما بيجيش بعدها الحاجه اللي انت لبستها. وقلنا dress بس مش get dressed، بتيجي لوحدها بمعنى يلبس حد. wear بيقولوا عليه stays verb، يعني ايه stays verb؟ يعني بيعبر عن الحاله، هو لابس كذا. تيجي كمان مع نظارات، he's wearing glasses، هو لابس نظاره. وقلنا wear كمان بتيجي مع البرفيوم وبتيجي مع الميك اب للستات. اخر كلمه change او get changed يعني غير هدوم، وقلنا الفرق بينهم ان get changed ما بيجيش بعدها object، لكن احيانا ممكن استخدم change بعدها object، بمعنى اقول لك مثلا change this t-shirt، غير التيشيرت ده غير الجاكيت ده. ربنا يسهل ان شاء الله في الشوط الثاني ومستر كوبر يخلف ظننا ونبدا نلعب كوره ونشوفكم ان شاء الله بكره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.